السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وباحسن حال ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم المشتريات اللي شريت من اليكسبريس ومن شين ومن امازون اللي كنوجد بنتي 18 عام. بصراحه ما كانش فيها لا شيء ميلاد، ولكن فكرت بلي خصها عيد ميلاد ديال 18 عام وقلت انا من الخطره هذا العام هذا الاخر. المهم انا اول حاجه بالنسبه للاثمنه غنخلي لكم على الشاشه ان شاء الله تشوفوا على الشاشه. هاد لويسام ولا شنو كيعيطوا له ديال 18 عام. المهم انا ملي شريت التاج صراحه ما شفتش هذا معه، وكان كيجي معه حتى هو هذا، والتاج بحال غير هيدا وصافي، ولكن جبرته يعني كواليتي ديالو مزيون ديال الحديد ثقيل، والحجيره ديالو كما كتشوفوا 18 عام كيجي مزيون بزاف الراس، وكتجي معاه هذا. بالنسبه للاثمنه تشوفوا على الشاشه حيت دابا ما عقلاش، وشد سوبورتي صراحة باقي ما وصلوليش، تعصب بزاف. هما اللي عندي هذا باش عمل فيه هذا، وعملت واحد الشكل البارح. بالنسبه لهادو صراحه شي حاجه واعره بنات، هذا الطوب كما كتشوفوا كيوت كيحمقوا فني، عندهم هاد الطابه كتعمروا من الداخل باش ما بغيتي شي بونبونيس بغيتي تزوقهم انت راسك. المهم غنوريكم شنو عملت ليهم انا. هاد الكاخه خليتها هيدا باش نوريها لكم. الكاخه كتجي فيها 24، يعني 24 كيجيو جوج كريطات 12 12. هنا كنت انا 24 جامي جوج ديال الكريطات، وهادو النات اللي كتشوفوا كيف غدلتهم انا، حيت انا عندي انا بدا كلشي في الذهبي والكحل. عملت هنايا هيدا الريشه في الكحل، شريتهم من تيدي هاد السواق، هذا شريتهم من تيدي الريشات والحجيرات في الذهبي، وانا منهم داخل فيرارو روشير. ها هي فين عدلتها فيرارو روشير، وتبتها بلصق حتى هي حيتاش غدا تحرك. غنوريكم ان شاء الله معايا كيفاش يعني. هيا فيرارو روشير غادي نعملها. اللي غادي نعمل فيرارو روشير كتبقى تحرك، يعني ما غادي تغطيها عاد بقات تحرك وانا باش تبتها عملت لها لصق. ونعمل فيرارو روشير ديالي، ومن بعد كتبس كيبقى متبته وكتبقى مزيانه. كتشوفوا تبارك الله غساله كتحمق. هيدا عيد ميلاد او عندكم شي سابع ولا شي فريحه هيدا شي عشيه كديروا معاهم هيدا، حتى الا بغيتي عندها واحد التقيبه، الا بغيتي تعلق فيها هيدا الاسم ولا التاريخ ولا شي حاجه كتعلق هنايا واحد التقيبه صغيره هنايا. كتشوفوا غزاله بزاف صراحه كيوت، والثمن ديالها رخيص ماشي غاليه. كاين في النقري وكاين في الفانيدي كامله، وكاينه كامله كريستال، يعني هي بلاستيك ماشي كريستال، ولكن يعني على شكل كريستال. يعني حتى هذا انا عجبني هذا الذهبي، حتى قلت انا عملت ذهبي وكحل هذا النوع. شوفوا الشكل ديالو غزالين بزاف. غنخليكم على شاشه التصويره ديال السوبورت اللي باقي ما وصل ليه شي ديال جوج طبقات. هادو قفوزه كاينين دابا بزاف، ولكن هاد الشكل هذا تخرج جديد في اليكسبريس عجبني بزاف. اختار يعني موديرنو. كتشوفوا الشكل ديالو مزيون كما قلت لكم. بالنسبه للتزيين شريت الريشات كنقطع لهم غير طريف منه، كنعوضهم بالشكل ديالهم هاد الحجيرات من التيدي. شريتهم من التيدي وزوقتهم لصقتهم باللصاق الحجيرات هنايا، وكما كتشوفوا فيرارو روشير كنثبتها. الا بغيتي تعمل هنا شي ورد صغير هيدا، يعني كتفنن انت في التزيين. انا بغيت نخلي هيدا سامبل، بغيت تعمرنا بالورد كتعمرو، انا كنت غنخلي هيدا سامبل باش يجي داكشي خفيف ما يجيش معمر بزاف. كتشوفوا الشكل ديالو، بغيت نشاركو معكم باش الا بغيتو تطلبوا هيدا صراحه. خليكم باخينا تحت صندوق الوصف عفوا اللي بغات ان شاء الله تدخل تشريهم. كيوصلوا دغيا عامل لك انتريغان دياز دياز كاع اللي طلبت كاملين من اليكسبريس انتريغان دياز دياز، ولكن غير ديك السوبورتي هذاك هو اللي باقي ما وصلليش. يعني هادو وصلوا لي في 7 ايام ولا 6 ايام، ويا اخرين باقي لي حد الانجاز خسر من 10 ايام باقي ما وصلوش، ما عرفتش شنو وقع فيهم. المهم غادي نكمل عليهم هادو، خليتهم هيدا لا تزيين غير باش نوريكم ان شاء الله. بالنسبه لهذا شحال اللي كنت كنطلبو من اليكسبريس عطلبتو ديال التورته اللي عاليه، حيت انا عندي التورته عاليه صغيره ولكن عاليه غتجي في كحل وذهبي. هادو الثمن ديالهم 12 اورو من اليكسبريس امازون عفوا. وبالنسبه للبنات هادو بغيت نشاركو معكم، هادو ماشي العلميه طلبتهم وصافي، بغيت غير نجربهم تشجيت الباكيتيس، ولكن الصراحه عجبوني بزاف بزاف. شي حاجه اش غنقول لكم، شي حاجه طوب روعه غزاله بزاف، وبزاف ديال الشكالات كاينين ديالو ماشي غير هادو. البوكتا 3 اورو، ديت جوج ب 6 اورو. هادو من شين
كواليتي ديالهم شي حاجه اللي هي طوب، من غير فاتحين كان القهوه ولا كان معاهم شي ضياف ولا التورته شي باستيلي هيدا صغير ولا شي تورته، وتقالين ماشي خفاف. الثمن ديالهم 3 اورو 4 من غير فات. الصراحه شي حاجه اللي هي كيوت كما كتشوف. ما عرفتش منين جاني معاك كيوت انا اليوم، تقول عاد كنهضر بالانجليزي وانا الانجليزي زرقاء فيها. كتشوف مغرفات صراحه شي حاجه روعه والله، شي حاجه طوب البنات صراحه. دخلوا شيفوهم ملي كتدخلوا، غير نخليكم باج ديال هادو، الرابط في صندوق الوصف. شنو ملي كتدخل كتجبر بلعه ديال الشكلات، تحير كاع شنو تختار. كتشوفوا الشكل ديالهم، فيهم اربعه ديال الشكيلات كما شفتوا معايا. ها هو نوريكم بجوج، قلتلكم كاينين متشوكا، كاين اشكال تدخل نتا ما تحمق كاع شنو بلعه ديال بلعه ديال الشكلات. شوفوا الشكيلات ديالهم روعه البنات، روعه غزالين غزالين بزاف. و حتى جاوني تاكدت منهم وطلبت واحد السوبورتيطا ديال المغرفات بوحديتو، باقي ما طلبتوش، غير عملتو في سيستا عاد غادي نطلبو باش نعمل فيها المغرفات هيا. بس انا غالبيه عندي كلشي في النقري، عندي كان شي دابا الذهبي باش متنزل عندي السهاله ديال الحطه، يعني تبدل مره النقري ومره الذهبي. حق الجيرات ديالهم هدا كيجيو 3 اورو الوحده، قلتلكم هادي 3 اورو من شين. كنعاود ناكد لكم هذا ماشي، يعني عندي السخره ديال الي اكسبريس وتشين ود امازون. وبالنسبه لهادو باقي ما زودتلهم شي، كيجيو في السوق عاد ركبتها زودت لها بلاستيكه، باقي ما زودتهاش، عندها بلاستيكه من فوق ومن تحت، عاد نزولو تا كون نحتاجو. هادو غادي نعدل بهم نعدل بهم هذوك كوكوروتش ديال لادو، ديك كيكات لادو كتخشاو هنايا، تقدر تعدل بهم مالح او الحلو. انا نعدل الحلو، انا من كوكوروتش لادو شي نعدل الفورمه ديال لادو، وشي منهم نعمرهم بالفروطه بالفواكه باش نزلو بيضه في الحطه ديال الميسا، يعني ديال عيد ميلاد. الثمن ديالو على الشاشه. وبالنسبه لهذا هو اللي شريت في الطرطا، فعندي انا كلشي في النقري، وبغيت نشري هذا في الذهبي من الطرطا. كتشوف العلو ديالو، وغندي عندي الشكلات ديالو تاهم مطلوبين، باقي ما جاوش شي واحد ديال جوج طبقات باش نعمل فيه هذا اللي قلت لكم، وواحد ديال طبقه واحده باش نعمل فيه الملح، ولكن باقي ما وصلتش. كنتمنى يوصل لي قبل عيد ميلاد. اللون ديالو كما كتشوفوا الذهبي، ديك الذهبي اللي مزيون، ماشي ديك الذهبي اللي مشعشع ديال اراكا من بعد، لا هذا الذهبي ديالو مزيون. انا صراحه الذهبي هذا كيعجبني، كاين واحد الذهبي اللي كيكون مشعشع داك اراكا من بعد، هذاك ما كعنديش معاه. كل واحد الذوق ديالو. بالنسبه لهذا كيجي مفسخ كما كتشوفوا، كيجي مفتوح من هنا، انا زيرتو مزيان وكواليتي ديالو مزيان بزاف، ديال الحديد. شوفوا ديال الحديد. التورته بالنسبه للتورته تنحيد هذا الماء، بالنسبه للتورته كتشوفوا القياس ديالو صغير، ماشي كبير بزاف ماشي صغير بزاف. تابعوا خليكم رابط صندوق الوسط. التورته قلت لكم عامله طويله وصغيره بالحجم، ولكن عاليه غتجي في الكحل وفي الذهبي. نزيدوا حاجه اخرى بالنسبه لهدا، هذا تا هو من ديال البونوس اليكسبريس. هذا كيجي بحال واحد اللوحه عند رجيله من اللور، شوف فيهم الدونوت مكتوبه، كيجيو الدونوت معلقين هنا كاز، ماشي زعك كيزا هنايا هما هادو، وكتجيو فيها الدونوت. فالدونوت غير نوفو كحل وفي الدهبي، يجيو مواتين. هادي ديالهم كاملين، انا عركبه نوريها لكم. شوفوا انا ديالك كتجي هكذا بحال واحد بحال واحد اللوحه كتعلق فيها الدونوت. هاد الكزات هادو كتملعو الكاز هنا وتعمل فيهم الدونوت. معرفناش هاد الميسه كيف غتجي، المهم كما كتشوفوا كتبقى هكدا متنزلة. جات ملوية هاد البلاستيك هدا باش متهدش. بالنسبة هذا الغبره ديال الشوكولات البيض بحال اللي كاين هذا، هذا ديال تكعنا فوتشولو، عاد خصو دابا الشوكولات البيض. نفس الشيء علاش برتا في امازون، كاين حتى في سوبر ماركاتوس، كاين في سوبر ماركاتو كبير مثلا ايروسكي ولا كاريفور كبير، وفي كورت انجليز. انا شريتو من امازون بشي بجوج اورو خمسين ولا ثلاثة اورو من الباكيت. هذه الغبره ديال الشوكولات البيض ملي كنت كنخدم في الريستورانت كنستعملوها بزاف ديال البوستريس، وبقيت كنفتش عليها. قلت نعدل الاحساب طرطه، انا عملها ديال على الشكل ديال اوريو، ومن داخل كريمه نعمله ديال يعني الطرطه من داخل خصها تجي مذاق ديال اوريو، يعني ملي يجينو بيسكوتشو ديال الاوريو والكريمه نعملها غير ناطه، وهاد الغبره ديال الشوكولاته البيض.
نزيد واحد اخرى. هذا شريته غير من تشينو، شريت ثلاث مانطيل من الي اكسبريس، ها المانطيل ديال الكحل، وهذا غادي عندنا فوق منه عند بحال رضا، غادي نعملو فوق ميسا باش ما ها هو الشكل ديالو، فتحت واحد خديت منه جوج، نزوق الميسا والمانطيل في الكحل. بالنسبة من هادو تجاو مع بعضهم، الكاس كحل ذهبي، سيرفيسات و تبيصلات صغار و تبيصلات كبار، عملنا سبعة سبعة. هادو قلت هذا اللي بغاو البنات، هذا أصلا عيد ميلاد غا معي بن عي صحابة غيكونو، معندنا تا شي واحد، ما قلت تا شي واحد لا عائلة لا تا شي واحد غير صحابة، حيتاش ما كنخشش نعملها عيد ميلاد صراحة، هي بقات كضغط عليا، وصحابة كيقولو خاص منها عيد ميلاد 18 عام، عتعرض عي شي حاجة ديال صحابة شي 10 ديال صحابة وصافي. وهاد الطبيصات كما قلت لكم غادي يعملو فيهم هذا، بغاو يهزو فيهم مالح يهزو في يدهم والسربيتات. وبالنسبه للطبيصات قلت صغار هادو معايا كنتوني شي طاطات، شريت هادو اخرين من الدهبي، الدهبي كما كتشوفوا، والسربيتات جبت اخرين هيدا في الدهبي يعني الدهبي. وبالنسبه للحيط غادي نعمل هذا فتحته، هذا باقي ماشي مفتوح، بحال الواقع يجي في الحيط الكحل والنمره 18 في الدهبي صافي. هي هادو شراتهم، هاد النمرة 18 شراتهم غير من ماشي تيلو واقيلا شراتهم، نفخت في الكحل في الدهبي. بالنسبة لهاد البنات شريتهم الدهبي، جبتهم غير صدفة، جبت فيهم الدهبي، كاين الدهبي والنقري، ما نعمل الدهبي، شريت الدهبي. غادي نستعملو في الصالة يعني في المالح، غنعدل غير شي حاجة سهلة إن شاء الله، غنعمل معكم فيديو عشان كتساوني في الفيديو، غنعدل شي حاجة سهلة وراقية في المنظر إن شاء الله والمذاق ديالو، غنعملو هيدا في المالح. كيسوفير ديال الطاطات، هادي تا هي شيتها من الي اكسبريس ديال هابي بيرثداي. وبالنسبة لهادي كانت عندي شحال هادي، وعاد عاودت لبس اخرى ديال التقطيع ديال جينواز. بس بالنسبة للفوندان كحل غنزوق بها هدا الوريدات ولا شي حاجة دونونت ولا شي حاجة هيدا، ولكن شريت بزايد غير على حساب عندي واحد الطاطة اخرى غادي نستعملها فيها. بالنسبة لهذا شريتو من شين ديال تزويق الطاطات، بغيتي كتعملو فوق الطرطة هيدا وكتعمل الكريمة الألوان اللي بغيتي فيها، كتعمل الكريمة اللون اللي بغيتي وكتطبق الماء هو الأولاني بحال يعني النقش ديال الحنة، زعما هدا على الطرطة تبتو مزيان تبرو مزيان، عاد كتعمل فوق منو باللون اللي بغيتي، ملي كتزول هدا كتبقى لك الطرطة بحال منقوشة بالحنة. هو ديال الطرطات كما كتشوفو روعة روعة روعة، شي سنتيموس هدا من شين على ما أظن شي 50 سنتيم واقيلا، هي ثلاثة وهذا واقيلا غير شي 40 سنتيم ولا شنو، نخليكم أثمنة على ظهري. وبالنسبة للمغارف طلبتهم من الي اكسبريس، معجبونيش كبارين بزاف، وأنا شري آخرين في الدهبي عند تشينو صافي. دابا غنجمع هاد الشي إن شاء الله، بغيت نشارك معاكم كما قلت لكم هاد الحاجة اللي طلبت من الي اكسبريس ومن شين ومن أمازون. غير شنو هو، انا قلت لكم هاد السوبورتيس هادو باقي ما وصلوليش، ما عرفتش شنو وقع فيهم، يعني ما باقي والو عند ميلاد وهو باقي ما وصلوش. هادو كنعاود ناكد عليكم هاد الحلاوه هادي كتشوفوها شي حاجه غزاله بزاف، شي حاجه عاد تعجبكم، راه مباشره خطر من الفيديو شي حاجه اللي هي روعه على البنات، توب توب يعني، شي حاجه مبدله تنزلها يديو هيدا كذكرى معاهم، شي حاجه مبدله صراحه غزاله. وقت اللي عملتو لهنا شي جبه هيدا معلقه مثلا، بغيتي تعمل هاد الريشه هادي وتخليها شي حاجه سامبل يعني، زعما شي حاجه معلقه هنايا بالاسم ولا فيتشا ولا كالسابع ولا شي حاجه معلقه هنايا، تجي غزاله بزاف. وبونبونيس طبعا كتعمل اللي بغيتي تينا داخل، انا اخترت فريرو حيت فيها الذهبي، وحرفت لي مع الفريرو مشيت كورتي بليز وما جبرتش، قال لك راس العام باقي ما دخلش الفريرو، جيبوه في راس العام. وعاد جبرتها في عاودت مشيت تن بريما بريكس ما كاينش، جبرتهم في ديالز حتى اخر ساعه، عاد جبرتهم في ديالز قلت كيفاش ما طحتش عليا من الاول، نفتش في ديالز كخا وعاد تقام لي رخيص، كخا هذه فيها 8 ب 2 اورو يعني ديت ثلاثه منا ب 6 اورو، كتشوفوا معايا 24 حبه ب 6 اورو غير طيح رخيص صراحه، 24 حبه هنا عندي ب 6 اورو تقام، يعني ديت ثلاثه بوكيت ب 6 اورو. وهذا هو الشكل ديالو. المهم البنات انا هنا كنصور معكم، وصل لي باكيت الاخرين ديال امازون، سحب لي هذاك ديال الي اكسبريس يعني اللي كنتسنى السوبورتيز ديال هادو، تعال ماشي هما حتى هذا امازون مأكده من عيوصل اليوم، حيت ديال عامل لي في التليفون يعني عامل لي عيوصل اليوم، كوزان قول على الله يكونوا هادو ساعه والو ماشي هما.
هما هذول طلبت من امازون ان شاء الله عخليها مفاجاه عاد تشوفوا معايا ديالش في فيديو ديال عيد الميلاد عاد تشوفوا معايا شنو غادي نعمل لهادو شي حاجه واعره وطوب اتسنى ان شاء الله الفيديو اللي غادي نشارك معكم التحضيرات الاولى اللي غادي ننزل ديال عيد الميلاد ان شاء الله وديك الساعه ان شاء الله موراها ننزل فيديو ديال الحاجات اللي عدلت ننزلوهم من بعد ان شاء الله ننزل لكم فيديوهات الحاجات اللي غادي نوجد في عيد الميلاد كما قلت لكم حاجه سهله وافكار جديده ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله.